السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ شخبار وليداتكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنشارك معكم هاد الرجله من البقوليات مفيده، وهذه هي الوقيته ديالها باش كتكون طريه وزوينه وكتكون مازال ما دارت الزريعه. دونك ان شاء الله نشوفوا الوصفه سهله بسيطه اللي بغيت نقاسمها مع الشابات اللي مازال عزيز عليهم البقوليات ويبغاو يديروا هذه الوصفه ويطبقوها وتجيهم لذيذه من اروع ما يكون ان شاء الله. وندوزوا الوصفه بحول الله. بسم الله، هنا في هذه الوصفه ان شاء الله غنهضر مع البنات ولا الاولاد علاش لا اللي داخلين المطبخ عاد جديد وبغاو يديروا هاد البقوليه، هاد البقوليات من البقوليات هاد الرجله. دونك شنو كنديروا؟ مي تبغيو تشريو رجله شريوها بعد اولا مع عند الشخص اللي كتكون تيقين فيه كيجيب حاجه نقيه وزوينه. وثانيا مي تبغيو تشريو رجله شموها اي ربيع، شموه بنيفكم هو اللي كيعطيك الريحه ديال الربيع. الا كان فيها شي ريحه ماشي تليه حيدوا يديكم منها وما تشريوهاش. دونك هذه وحده. ثانيا هاد الرجله مي تبغيو تشريوها شريوها تكون خيرصه، تكون مي كنقولوا خيرصه دونك سيتادير كتكون طريه، دونك فتيه وطريه. ها نتوما مازال فيها الماء، كديروا هكا كديروا في العود ديالها فتي كيتقسم دغيا وكتخرج الماء، دونك كتكون فتيه ما يابساش معوده. هذه ثانيا. ثالثا ما عاد تشريوها وتجيبوها للدار ان شاء الله، تشدوها وتقطعوا لها داك الجذور اللي هي مازال رابطه، قطعوا لها داك الجذور بالموس باش ما داك الجذور اللي كيكون فيهم هكا رمله بزاف وداك الشيء قطعوهم من الاولين. عاد حلوا الربطه ديالتكم وعزلوها شعره بشعره بحال هكا، دونك لان كيكون مخلط معها ربيع ما زوينش، بعض الخطرات شي زغيبات هكا قاق. المهم شعره نتوما غاديين بوحده بوحده نتوما غاديين كتحيدوها، وما تشريوش بزاف، شريو جوج ربيطات ثلاثه شهيوه باش ما يجيكم الشغل ديالها هذا. وديك الساعه شدوا شي بوينيو كبير ديروا فيه الماء وشويه ديال الخل ابيض وغطسوا هاد الرجله ديالكم وغسلوها مزيان. وانتم كتغسلوا كتبدلوا عليها الماء، كتبدلوا عليها الماء حتى كيولي الماء ديالها صافي، ما كي حيت الرمله كتبان لكم لتحت وانتم كتصفيو يا خمسه يا سبعه الخطرات حتى كيولي داك الماء صافي. هذيك الساعه كتشدوها الا عندكم هذه اللي كتنشف عديروها شتو كما انا. ها انتم غنشدوها وعندير هنا وعدوريها بحال هكا صافي، وراه كدير الماء لتحت كتنشف وكتولي ها نتوما كما كتشوفوا ما كايناش هاد لي سوغوز بحال هكا. كتشدوها وتخليوها تنشف شي شبكه، عاد تنشروها في شي منديل تتنشف مزيان ما تبقاش بالماء باش ما تعذبكمش في التقطاع. كتجي تقطعها ساهل وزوين وتنشف نيت من الماء. هادشي اللي كاين معلومات الاوليه. دونك من بعد ما هضرنا على هاد الرجله ولا البقوليات ولا رجله، حنا كنسميوها رجله وانتم اش كتسميوها؟ قولوا لي في الكومنتار اش كتسميوها، كل واحد كيسميها ربما، حنا كنسميوها رجله. دونك كنشدها ملي كتنشف كنشدوها كنقطعوها، يا تقطعوها بالموس تشدوها بحال هكا تقطعوها بالموس، يا عنديوها في هاد الطحانات اللي كيطحنوا وغنطحنوها ان شاء الله. وشنو غندير؟ ندوزها وغنديرها في البرمه والكسكاس تفور الماء لتحت، وغندير الرجله ديالتي كتفور مقطعه كنقطعها ونديرها تفور. دونك من الاحسن ومن الافضل تفوروها، ما تديروهاش وتقولوا نديرو فيها كاس الماء نسدو عليها الكوكوت ونديروها. انا هذيك ما كنسميهاش طياب ديك الرجله، الرجله الا ما جاتش ناشفه وعاقده وناشفه ومشرمله ناشفه ماشي هي رجله ميها ومرجه ما كتجي زوينه. دونك فوروها من الاحسن وهي احسن طريقه. كنفوروها وعنديروها تفور ان شاء الله، نقطعها ونديرها تفور وغنرجع لكم ان شاء الله نشوفوا التشرميله ديالتها.
الرجله هي كلها قطعتها، دونك اش ندير؟ نغطيها هادي هاد تفور الكسكاس كما قلت لكم، نغطيوها ونخليوها تتفور ونرجع لكم ان شاء الله. الرجله ديالتنا من بعد ما فورناها هانتوما كما كتشوفوا ربع ساعه تقريبا فارت لانها كانت فتيه وطريه، دونك عويدات طريين هانتوما كتقلبوا العويدات كتلقاهم صافي فتاو صافي راه طابت تفورات. دابا غندوزو نشربلوها ان شاء الله. بالنسبه للشرموله ديال هاد الرجله غنحتاجو عندي واحد الطاجين غادي يكتب فوق العافيه كي فيه زيت الزيتون، الثومه، الحامض هكا عصير الحامض، كمون، الملحه، الحامض مسير، وواحد جوج سودانيات، هادشي اللي كاين، والملحه لان عندي الحامض مسير ديال الدار مالح ما عنديش الملحه حتى كندوقها ونشوف الا بغيت ندير الملحه اولا كتكون كافيه، دونك هادشي اللي كاين. بالنسبه للثومه انا شخصيا ما كنشدهاش ونحكها ونديرها رقيقه، كنشدها نيشان كندير لها بحال هكا باش كتبقى طريفات طلقه نسمه طلقه نسمه، هذه حيت كبيره ونقطعها شرائح كبار ما كنديرهاش صغار، اللي بغى يحيدها ما ياكلهاش ما ياكلهاش، دونك كتكون طلقات المفعول ديالها. من بعد ما حسيت بان هاد الثومه الزيت ولا منسم بالثومه مزيان، دونك هذاك الساعه غنضيف الرجله ديالتي ها هي من بعد عاوتاني ما خليتها قطرات مزيان، دونك قطروها ما امكن مزيان من الماء باش ما تجيكمش شميها كتجي ناشفه. صافي درنا دابا هاد الرجله غنضيفوا ليها الحامض مسير، الحامض عصير، لان كما كتعرفوا هاد البقوليات باسلين الا ما كانش طريين راه ما كيجيوش لذاد، دونك كنديروا فيهم الحامض معصر. شفتوا ديك الثومه علاش قلت لكم خليوها كبيره باش اللي ما كيبغيش المذاق الثومه بزاف ما كتجيش عاوتاني طلقه بزاف هذيك الرجله، واللي بغى يحيدها ما يكون كياكل كيحيدها بسهوله، وهي راه ديجا طلقات الذوق ديالها كامل في هذيك الزويته. صافي كنخليوها تشحر بحال هكا، من بعد ما تشحرات ها نتوما شفتوا كيفاش في الطويجين كتجي التشحيره ديالتها من الطراز العالي. هذيك الساعه غنضيفوا الحامض مسير، الملحه ما ديروهاش حتى تذوقوا لان هذاك الحامض ديال الدار هذيك الطريفات ديال الحامض مسير ما ديروه خليوه باينين ما تقطعوهمش رقيق باش يبقاو باينين في هذيك الرجله كيعطيوهم ليدير ومشهي للاكل اللي تشوفيها، لان هي خضره بحال هكا الا ما زوقتيهاش مجاتش مزوقه بديك الحامض وبديك السودانيه بهذا ما تشهيكش للاكل، وبهذيك الثومه بحال هكا كبيره ما كتشهيكش للاكل فعلا، كيخص المنظر حتى هو يكون باش تعجبك. نخليوها ان شاء الله كتشحر وتجمر في في الطويجين وغنرجعو ان شاء الله ما بقى والو، ديك الساعه نديرو شويه العطريه حتى هي الكمون والتحميره وصافي وشويه السودانيه. الرجله ديالتنا كما كتشوفوا شفتوما ها نتوما تشحرات مزيان في الطويجين على خاطرها. صافي ديك الساعه شنو كنضيفو؟ نضيفو ليها شويه الكمون وغنضيفو ليها شويه ديال التحميره، دونك هاد التحميره ما تكتوش بزاف تتلفو اللون ديال الرجله ديالتكم، دونك واحد شويه. صافي نضيفو ليها هاد السودانيات نخليو الزقيقيعة ديالتها ديك هي الجمالية. صافي ومي تكونو كتخلطو ما تخلطوش وتبقاو تمعكوها بحال هكا، خليو هاد الرجلة ديالتكم طايبة، دونك حاولوا ما امكن تخلطو غير بالعقل باش كتبقى رجلة مفروزة حتى هي. غنضيفو شوية الزيتون بالعظم حتى هو والرجلات ديالتنا ان شاء الله غتكون وجدات، نخليوها شويه تجمر وغنطفي عليها ان شاء الله وغتكون وجدات بحول الله. الفيديو ديالنا كان هو هذا، فيديو بسيط جدا وما مكلفش ب
بدون لحوم ما في حتى حاجه، طلع لينا اللحم في راسنا وطلع لينا كل شيء في راسنا، داك العامر والخاوي وكل شيء طلع في الراس. بغينا شي حاجه تكون صحيه ويبدل الانسان على داك اللحوم، ما يبقاش على اللحم كل شيء عامر، ها اللحم ها الطون ها الدجاج هادي، كيبدل شويه الانسان وكيخفف شويه الاكل ديالو وياكل اكل صحي. هذا راه اكل صحي واخا ما فيش اللحم، راه تبارك الله هاد الرجله من اروع ما يكون ومن ألد ما يكون ومفيده جدا. وتبارك الله السيدات المغربيات كلهم كيعرفوا كيفاش يشغلوها. انا شاركت هاد الرجله من البدايه الى نهايتها مع البنيتات اللي عاد دخلوا الكوزينه وكيبغيو يتعلموا بادق التفاصيل. هادشي اللي كاين، هاد الرجله رفقتها بالخضر، خضر كتكون كيشري الانسان كيتقضى وكيسلق وكيقاد وكلشي وكيخليها واحد 3 ايام 4 ايام عاوتاني كيجدد عاوتاني صايبها مره اخرى باش ما كيبقاش يتعب. ما يمكنش كل نهار كديري الشلاضه بحال هكا راه تعب. دونك باش كتسهلوا عليكم الماموريه ديروها واحد 3 ايام ولا 4 ايام يكونوا دي بواط مزيانين كيتسدوا وكتقادوها وتحطوها في ثلاجتكم ومره مره الواحد كيجبد. انا غنفق الطبق هذا مع واحد الطبيسيل ديال الديسير وما تبقى الحليب ها الشباكيه كلشي ما تبقى الاخر نتوما مولي الخير. وهادشي اللي كاين وان شاء الله نتمنى تكون الوصفه ديال اليوم ديال هاد الرجله رقت لكم وعجبتكم. والى وصفه قادمه بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.